شاء الله ما شاء الله. طبعا هذه الأفعى يسمونها عين القط، عين القط، بس ما شاء الله هالحجم أنا ما شفت قبل. الشباب قبل شوي زخوها صادوها يأكلنا إياها، الله يجزاهم خير. والله كنت أبغى أصورهم نسيت بعد. مشكورين يا شباب، مشكورين، ما قصرتوا. الحين الله يسلمكم. بسم الله عليك، بسم الله. هنا قسم الأفواي، بسم الله. هني عندنا الكوبرات، شيء طالع منهم. وهني الأصالات. أوكي. وهذه نشوف لها مكان. وهذه الأفواي السامة. شيء فوق. هذه واحدة من أندر الأفواه الموجودة عندنا في البلاد، بس جميلة يا أخي والله. عين القط، يلا عين القط اطلعي، شوف كيف جميلة. وبين رأسها مثلث نفس الأفواعي اللي هي سامة درجة أولى، بس هذه مش سامة، نص سامة، بس فيها غدة سمية يعني. لا تضربين يدي، ما شاء الله، بس عودة ما شاء الله. أبو يمر عندي دي حد. بس عادي يعني. يلا يا سلام، سلم، ما شاء الله، جميلة جميلة، جميل جمال ملوش مثال، تبارك الرحمن. في توها ماكلة، شوفوا هني كانت زخينة الشباب طالع من عش العصافير، ماكلة شيء من العصافير الصغار. شوفوا جمالها ما شاء الله، عيونها كيف. ما شاء الله عودة والله، أنا أول مرة أشوف هالحجم. تبارك الرحمن.